هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية. بليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى وعلى كل السادة المشاهدين، تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك. أنا خايفة أسأل حالة الجو إيه النهاردة؟ الجو حر جدا ومن الصبح الجو مكتوم قوي. بالتأكيد طبعا، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي إحنا أعلننا في نشراتنا وفي تحذيراتنا من قبل كده إنه بداية من الأمس الأربعاء البلاد هتكون على أعتاب ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، هتكون بداية الموجة شديدة الحرارة تأثر على مناطق الجمهورية. يمكن حسينا بالأمس بارتفاعات درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وبدأت ترتفع درجات الحرارة على القاهرة بمعدل درجتين تقريبا عن الأيام اللي فاتت، وسجلت القاهرة بالأمس ما بين 37 ل 38 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة كأعلى درجات حرارة تم تسجيلها على القاهرة بالأمس. طبعا ارتفاع نسب الرطوبة بهذا الشكل الكبير بيخلينا نحس بدرجات حرارة أعلى من دي بمعدل درجتين لثلاث درجات، وبالتالي ال 38 درجة اللي على القاهرة بنشعر بيها وكأنها 40 وممكن أكثر من 40 درجة مئوية. بيساعد طبعا في إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة وهو ارتفاع نسب الرطوبة وأيضا هدوء سرعات الرياح، وده السبب اللي حضرتك أشرت إليه، هو الجو مكتوم شوية، الدنيا ما فيش أي نسمة هواء، ده بيخلينا نحس أكثر بدرجات حرارة أعلى. اليوم ايضا مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره، مستمرين في الموجه شديده الحراره اللي بدات بالامس. درجات الحراره اليوم وغدا على القاهره بنتكلم في حدود ال 37 ايضا ل 38 درجه مئويه، مع استمرار هدوء سرعات الرياح وارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير، مع وجود اجواء مشمسه تماما طوال ساعات النهار. كل دي عوامل مع بعضها تخلينا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره. لو اتكلمنا عن سبب الموجة الحالية، هو سيطرة كاملة لمنخفض الهند الموسمي، المنخفض العملاق اللي يمكن دايما بنقول ان هو الكتلة الأساسية اللي بتأثر على مصر خلال فصل الصيف، بيجيب معاه كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة، بالإضافة لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. يمكن درجات الحرارة اللي بنسجلها خلال الموجة الحالية يمكن سجلناها قبل كده في موجات سابقة، وسجلنا كمان أكثر منها في موجات سابقة، لكن الموجة الحالية بتتميز بأن طول المدة يعني هتقعد بفترة أطول من الموجات اللي فاتت. القرائن بتشير أنها مستمرة معانا يمكن حتى بعد منتصف الأسبوع القادم، بدرجات حرارة على القاهرة ما بين 38 ل 39 بيتم تسجيلها في الظل، وبتوصل ل 44 و 45 مع بدايات الاسبوع. انا خايفه اسال تاني والله، كل اللي حضرتك عمال تقوله عمال تقول ارقام عمال تعلى، خايفه اسال والله. طيب احنا بالليل الجو هيبقى عامل ازاي؟ يعني يمكن مع انكسار اشعه الشمس الوضع يتحسن شويه؟ هو بالليل طبعا بيعتمد على عده عوامل، بيعتمد على هل في نشاط رياح ولا لا، لان بالليل بتكون نسب الرطوبه في اعلى درجاتها، يمكن بنسجل اعلى نسب رطوبه بتكون خلال ساعات الليل. الرطوبة بالليل بتوصل لأكثر من 90 أو 95 على السواحل الشمالية باعتبارها هي المناطق المطلة على البحر المتوسط، وطبعا كلما اتجهنا إلى المحافظات الداخلية بتقل نسب الرطوبة بشكل تدريجي. طبعا اللي بيخلينا نحس بنسب الرطوبة بشكل أكبر أو بشكل أخف هو وجود نشاط أو نسمات للرياح بالليل، علشان كده دايما بنقول إن بالليل بيفضل إننا نفتح النوافذ والأبواب في المنازل بشكل كويس، يفضل نخرج في أماكن جيدة التهوية، الحدائق العامة أو المناطق المكشوفة. نشاط الرياح هيقلل شوية إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، لكن على كل حال درجات الحرارة بالليل بتكون ما بين 27 ل 29، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. هي موجة طويلة بالفعل، حتى لو كانت درجات الحرارة سجلنا أعلى منها لكنها موجة طويلة. طول الموجة دايما بيكون من أهم العوامل اللي بتخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره، لكن على كل حال زي كان نفسي اقول لحضرتك الحقيقه ان درجات الحراره يكون فيها تحسن على المدى القريب، لكنها للاسف موجه طويله. لكن لو اتكلمنا عن المناطق الساحليه للجمهوريه، بتتميز خلال الفتره دي ان ارتفاعات الامواج مش عاليه خالص، ارتفاعات الامواج
اقصى ارتفاع للموج واحد. الملاحه البحريه ما فيش اي مشكله. الحمد لله، درجات حراره هناك طبعا هي الاقل لو قارناها بباقي مناطق الجمهوريه، برغم ارتفاع نسب الرطوبه بيكون في نسيم للبحر خلال ساعات الليل. كل العوامل دي بتخلي السواحل الشماليه تعتبر هي الملاذ او المهرب لكل المواطنين من المناطق الداخليه للجمهوريه، خاصه اننا في فتره اجازه الصيف او حتى في اجازات الويكند. طيب دكتور، لما نيجي نقول ان طول الفتره دي ممكن ياثر على المزروعات في الفتره القادمه، ولا الامور ان شاء الله المزروعات الصيفيه ما بتتاثرش بالجو الحار؟ بالتاكيد اي درجات حراره لما بتكون اعلى من المعدل الطبيعي بتاثر، لكن طبعا بمجرد ما هيئه الارصاد الجويه بتنشر نشراتها وتحذيراتها لارتفاع درجات الحراره بيكون في تنسيق كامل مع وزاره الزراعه، بتبدا توجه توجيهاتها ونصايحها للمواطنين بشكل فوري ترقبا للمده دي، ياخدوا احتياطاتهم من حيث مبيدات معينه يبداوا يستعملوها، زياده عدد الريات او عدد مرات الري اللي هتتم للمحاصيل، يعني بيبقى في تنسيق مسبق ما بين الهيئه وما بين وزاره الزراعه. أو زي ما قلنا المشكلة ممكن مش في درجات الحرارة اللي هنسجلها الفترة دي قد ما المشكلة في طول المدة الفترة. وزي ما قلت حضرتك بيكون في تنسيق ما بين الهيئة وما بين كافة الجهات اللي طبيعة عملها بتعتمد على حالة الطقس أو ارتفاع درجات الحرارة. بنخاف من الرطوبة إن يبقى في شبورة على الطرق وعلى القيادة على الطرق المفتوحة، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل وبداية النهار، هل في أي شبورة في الفترة القادمة ولا إن شاء الله الأمور مستقرة؟ هو بالفعل الشبوره موجوده يمكن من حوالي 4 أو 5 أيام، مستمره معانا طبعا اليومين الجايين، لكنها على كل حال شبوره مائيه خفيفه جدا على الجزء الشمالي من الجمهوريه، بنتكلم عن القاهره والوجه البحري، سواحل الشماليه، مدن القناه، وسط سيناء، وبعض المناطق من شمال الصعيد، لكن شبوره مائيه غير مؤثره تماما، مش هتاثر ابدا على الرؤيه على الطرق السريعه او حتى الطرق الزراعيه، لكنها موجودة على كل حال. حلولنا البديلة للتعامل مع حرارة الجو دكتور هنعمل ايه؟ طبعا هي مجموعة طبعا من النصايح الأساسية اللي معمول بيها عالميا، بتوصي بيها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبتوصي بيها هيئة الأرصاد الجوية المصرية وكل المنظمات العالمية في حالات ارتفاع درجات الحرارة، والمنظمات المسؤولة طبعا عن الصحة العامة وصحة الإنسان، أبرزها هي تأجيل الخروج خلال فترات الظهيرة إن أمكن، يعني الفترة من 1 الظهر تقريبا لـ4 العصر، الـ3 أو 4 ساعات دول يفضل لو في إمكانية عدم التعرض لأشعة الشمس يكون أفضل. في حالة ضرورة التعرض طبعا مجموعة من الاحتياطات، نغطي الجسم بالكامل، بلاش ملابس نصف كم، هي ملابس كم بشكل كامل، تغطية الجسم بالكامل، شرب كميات كبيرة من المية والسوائل، ارتداء غطاء للرأس يقينا من أشعة الشمس، الاحتماء في الظل قدر الامكان، لما بيكون في شعور بالتعب لانه طبعا نتخذ اجراءات طبيه معينه، خلال ساعات الليل بالنسبه لبعض يمكن في المناطق المقفوله شويه هيشعر ببعض الاختناقات خاصه مرضى الامراض المزمنه. بالتاكيد التواجد في اماكن جيده التهويه قدر الامكان عشان نتفادى مساله ارتفاع نسب الرطوبه. دي كلها مجموعة من النصائح الحقيقة الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في ذهننا سواء في موجة حارة أو في حالات الصيف العادي، لأن كده كده عندنا الصيف في مصر ارتفاع كبير في نسب الرطوبة في الأيام العادية، والدرجات الحرارة بتكون مرتفعة حتى من غير ما يكون في موجة حارة. كل الشكر ليك الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 38 والصغرى 27، العاصمة الإدارية 39 26، الإسكندرية 34 24، والعالمين 32 23، مطروح 31 24، دمياط 33 26، بورسعيد 32 27، والإسماعيلية 39 25. السويس العظمى فيها 38 والصغرى 26، العريش العظمى 35 والصغرى 24، كاترين 33 20، طابة 38 28، حلايب 37 30، شلاتين 41 والصغرى 29، شرم الشيخ 43 32، والغردقة 42 30.
الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 26، بني سويف العظمى 39 والصغرى 26، الوادي الجديد بيسجل درجة حرارة مرتفعة ويمكن هي الأعلى النهاردة 44 درجة والصغرى 25، أسيوط العظمى 42 والصغرى 25، سوهاج 42 26، قنا 44 27، الأقصر 43 28، أسوان 44 30. ثلاث محافظات النهارده في جنوب البلاد بيسجلوا 44 درجة، نتوخى الحرص قد ما نقدر، نحاول نتجنب الخروج في فترة الظهيرة، نرتدي غطاء للرأس ونحاول نحافظ على شرب المية بالاستمرار. ربنا يسلمكم كلكم.